السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موقع يعتبر كنز أو تجميع لأفكار كتيرة بالذكاء الاصطناعي، كل يوم بيزودوا حاجات عليه. يعني في حاجات خاصة بالكتابة، إن هو تديله موضوع هو يبدأ ينفخ ويكتب فيه كلام كتير جدا، إن أنت تديله موضوع وهو يحاول يحوله لك لحاجة لذيذة زي قصة، في إن أنت تعمل تحول الموضوع لأسئلة، في حاجة خاصة بالكودينج، إنك تكتب جزء معين كتابة عادية كلام عادي هو يحول الكود. في حاجات خاصة بيه إن هو يعمل لك الكفر ليتر، في حاجات خاصة إن هو يعمل لك السي في بتاعك، تمام. فتلاقي هنا رايتنج، في حاجات خاصة بالكودينج، في حاجات خاصة بالستادينج، في حاجات خاصة باللغات، في حاجات خاصة بالستيم، في حاجات خاصة بالجوب أبلكيشن، بالفن، بالأرتس. إن شاء الله نحاول نعمل كذا فيديو يشرح الأفكار. خلينا نبدأ بإيزي رايتر. فهو بيقول لي انت ممكن تبدأ بفري ب 5000 حرف، او تاخد حاجة ادفانس شوية تقدر تجرب. قلت له ماشي خلينا في الفري. طيب هقول له مثلا عايزين نكتب عن واقول له اكتب لي السيناريو بتاعك او القصة بتاعتك. ففي ثواني بدأ يكتب، وخلينا نكون متفقين ان هو مش بينسخ من مواقع تانية، هو بياخد كلام كتير قوي ودماغه بيطلع لك قصة جديدة. لو دوست جنريت بيعمل حاجة جديدة، لكن ما تاخدش الكلام دوت وتبعته لبحث علمي. بيقول لك استنى 30 ثانية ودوس رايت مور، هيبدأ يكتب لك تكملة المقالة. بيقول لك اختار بقى التكملة ممكن تيجي ازاي. طيب اوت سيلكت او ريفرش، يقدر ياخد يكتب تكملة للمقالة. فدي حاجة سهلة جدا لذيذة اهو زي ما شفت. بس لازم انت تجتهد وتكمل على الكلام، ما تاخدش الكلام ده كوبي بيست وتبعته، لازم تراجع عليه وتقراه مرة واتنين وتلاتة وتعيد الصياغة بتاعته. هو لسه مكمل اهو. هو ده بقى طالب مني ان انا اديله رابط اليوتيوب وهو يبدأ ان هو يعيد الصياغة. خلينا ناخد رابط على اليوتيوب اهوت. فبدأ يشوف اليوتيوب وبدأ ياخد منه كلام ويبدأ ان هو يكتب منه قصة. طيب تعال نشوف حاجة تانية. هنا بيقول لي اكتب الأسئلة، هنا هو يبدأ يجيب لك الإجابة على الأسئلة. فكتبت له ازاي ذاكر Artificial Intelligence، فبدأ يجاوب على السؤال. كان هو شات GPT. بيقول لك اهم حاجه في الموضوع دوت ان انت تكون مطلع على اخر التحديثات، لان هو كل يوم بيطلع حاجات جديده. طبعا لو دخلت على الجزء بتاع البرمجه هتلاقي ان انت تكتب بس اي جمله هو يكتب لك الكود، او تكتب له كود في مشاكل وهو يصلحه لك. ففي شويه خدمات حلوه للمبرمجين سواء بايثون سواء جافا سكريبت وباقي اللغات. طيب لو دخلنا بقى على الكارير هتلاقي كفر ليتر وهتلاقي ريسيوم بيقول تو بوينت، بيقول لك اكتب اسمك ماشي عمر سليم، وقول له مثلا جوب تايتل مثلا مانجر مانجر، كومباني نيم اس تي اس، تمام. بيقول لك اعمل ابلود للسي في بتاعك وهو يبدأ يعمل لك الكفر ليتر. خلاص مفيش مشكلة. رفعنا له السي في وهو بيبدأ ان هو يدرسها دلوقتي عشان يعمل لي كفر ليتر. فبدأ يكتب لك للتيم اللي شغال في شركة اس تي اس اللي انت عايز تروحها،
انا بكتب لكم بخصوص الوظيفه اللي مفتوحه كابين مانجر، وبعد ما افتر ريفينج ما يسيهم اقفل، انا شايف ان انا مناسب لي الوظيفه دي، فكتب حاجه مناسبه، ولو واحد تاني فتحها هتلاقي فيه اختلافات بسيطه، يعني مش حاجه ثابته هو بس بيغير اس تي اس لا هتلاقي فيه اختلافات. تمام، وبرضه دي مش مناسبه ليك 100%، انت لازم تقراها كويس جدا ولازم تفهمها وتترجمها للعربي وتتاكد انها مناسبه ليك. ما تقدرناش في داهيه، ما تخليش حد يضحك علينا. تمام، فهو عمل لك الكفر ليتر.